السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام متابعي قناة الخلاصة كورة. نتائج مباريات كأس ملك أسبانيا 2022 بعد مباريات اليوم الأربعاء 2/2/2022 2 فبراير 2022 في ربع نهائي كأس ملك أسبانيا. اليوم كان عندنا مباراتين وغدا مباراتين بإذن الله تعالى. اليوم الأربعاء 2/2/2022 رايو فايكانو فاز على مايوركا 1-0، أحرز الهدف أوسكار تريخو من ضربة جزاء في الدقيقة 44 عذرا. فالنسيا فازت على قادش 2-1 واحرز دفاعي فالنسيا غونزالو غديس في الدقيقة 24 وهوجو دورو في الدقيقة 79. هدف قادش جه عن طريق لوكاس بيريز من ضربة جزاء في الدقيقة 54. بكرة بإذن الله تعالى الخميس 3/2/2022 ريال سوسيداد هيلعب أمام ريال بيتيس الساعة 9 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان وفلسطين والأردن ولبنان وسوريا، والساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 8 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. واتلتيك بلباو هيلعب امام ريال مدريد الساعة 10:30 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان وفلسطين والاردن ولبنان وسوريا، والساعة 10:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة والعراق وقطر والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق، والمباراة بعدها الساعة 9:30 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. وعملت فيديو عن موعد مباراة اتلتيك بلباو ريال مدريد هتلاقيه على القناة، يعني قبل الفيديو ده بفيديوهين ثلاثة كده هتلاقيه موجود على القناة يعني. طيب متابعين الكرام، خلينا نتعرف على ترتيب الهدافين بإذن الله تعالى. متصدر الهدافين لاعب أنجل رودريجيز لاعب مايوركا المركز الأول بأربع أهداف، ودانيال ألكون لاعب ليفانتي، ومارتينيز لاعب كارتخينا، والمركز الثاني ألفارو نغريدو لاعب قادش بثلاثة أهداف، وباكو الكاسير لاعب فيريال، وخايمي ماتا لاعب ختافي، ولورين مورون لاعب اسبانيول، وميكل أرزابال لاعب ريال سوسيداد، وروبرتو سولدادو لاعب ليفانتي، وبينا لاعب ليفانتي، وبودزج بينا فايدز لاعب غرناطة، وألخاندرو ماركيز لاعب ميرانديس، ومارتينيز بيل لاعب أتلتيكو بالياريس، وأيضا لاعب داودي لاعب الكاينو، ودييجو لاينز لاعب ريال بيتيس مركز الثالث بهدفين، وكذلك جويدو لاعب ليتشي، ومنعين لاعب تيك بلباو، وخواكين سانشيز لاعب ريال بيتيس، ونبيل فقير لاعب ريال بيتيس، وكاسين لاعب إيبار، واكتر من لاعب. اشترك في القناه وفعل زر الجرس اعمل لايك الفيديو. كان معكم محمد نور الدين، نراكم فيديو اخر باذن الله تعالى. بكره اهم مباراه، مباراه اتلتيك بلباو وريال مدريد في ربع نهائي كاس ملك اسبانيا. كان معكم محمد نور الدين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.